الشامي، مراقب محلل الانتخابات الرئاسية، موجود حاليا دلوقتي في دايرة كرداسة. واحنا دلوقتي عملنا خدنا جولة في اللجان بتاعة الرجالة واللجان السيدات. الملاحظ دلوقتي ان الاقبال المرة دي اعلى بكتير جدا من المرحلة الاولى، يكاد يصل الاقبال اللي كان موجود في الانتخابات البرلمانية. والحمد لله لغاية دلوقتي الكل الموجود ان التعامل يسوم، يعني سمى السيدة دلوقتي هو الهدوء اللي موجود. في انباء عن بعض الاستمارة الدوارة هنا لأحمد شفيق اتمسك بها اثنين، لكن لسه دي معلومات مش مؤكده، نحاول نتاكد منها ان شاء الله ونحاول نصدها ونطلع بيانات كتير ان شاء الله.